اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربية. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي على حضرتك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04-30-35-91. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وان شاء الله هيتم عرض العربية على القناة وربنا ييسر لكم الحال ان شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا اولا واخيرا ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة ان شاء الله جبت لحضراتكم عربية ايسوزو دي ميكس موديل العربية 2014 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله، هسيب حضراتكم دلوقتي مع بعض الصور الخاصة بالعربية وبعدين هقول لحضراتكم على مواصفات العربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. رجعت لحضراتكم من جديد علشان اقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصه بعربيه ايسوزو دي ميكس موديل العربيه 2014. العربيه باور، العربيه فيها رخصه 4 شهور، العربيه فابريكا بره وجوه بدون جرام بويا واحد، العربيه فيها طقم جنوط سبور بكاوتش جديد، العربيه الموتور والشاسيه والكورونا والفتيس بحاله الزيرو، العربيه تعتبر من الممنوعات، العربيه مش عايزه جنيه مصروف. قبل ما اقول لحضراتكم على سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية، الفيديو اللي معانا النهاردة بتاريخ السبت 22/5/2021، الفيديو اللي معانا النهاردة بتاريخ السبت الموافق 22/5/2021، يعني الفيديو لو مر عليه اكتر من اسبوع يا ريت حضرتك ما تتصلش بصاحب العربية لان غالبا بيكون تم بيع العربية. هقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية ايسوزو دي ميكس موديل العربية 2014، سعرها 230,000 جنيه. سعر العربية 230,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 011-573-57996. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 011-573-57996. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة وعربيات مستعملة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.